ميدو هنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، ويوم حافل، يوم جميل، يوم من تاريخ النادي الاهلي لن ينسى وسيبقى في الذاكره. تكريم عائلة الأهلي، عائلة الأهلي تشمل كل من خدم النادي الأهلي ولعب في النادي الأهلي عبر جميع السنوات وفي جميع الألعاب. معي في هذه اللحظات دكتور مصطفى عبده، نقدر نقول كلام كتير، نجم النادي الأهلي وكابتن الأهلي والمسؤول الحالي عن اللجنة المجتمعية الخاصة بالنادي الأهلي، والتي من اختصاصاتها هذه الأمور التي نحضر فيها الآن داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، والحديث عن هذا المؤتمر وعن الطفرة الإنشائية والمشروعات الهندسية الجاري تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة. دكتور مصطفى، برحب بيك على شاشة قناة الأهلي، احنا سعداء بهذا اليوم، يوم من تاريخ النادي الأهلي مع جمهور النادي الأهلي، تعليق حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بمس عليك وعلى كل مشاهدي قناة النادي الأهلي وعلى جميع النادي الأهلي. النهاردة يوم الانتماء، يوم التكريم، أجيال إحنا ما شفناهاش وغيرنا ما شافهاش، لكن النهاردة بنقول لهم أنتم موجودين معانا في قلوبنا، موجودين معانا بأجسادكم، موجودين معانا بإنجازاتكم، موجودين معانا باللي انتوا اسعدتوا بيه جماهير النادي الاهلي، مش الفتره دي، الفترات السابقه. هو ده النادي الاهلي، هو ده اسمه بيت العائله، بيت النادي الاهلي. الكبير بيفتكر الصغير والصغير بيفتكر الكبير، وعمليه التكريم هو تكريم ادبي، بنقول للاجيال كلها ان اللي خدم النادي الاهلي، اللي حط طوبه لبنه صغيره في جدار النادي الاهلي، هيفضل موجود في الـ في الـ في, الـ في القلب، هيفضل موجود في الاذهان. النادي الاهلي نادي كبير قوي، وما يحسش بيه الا اللي لبس الفانيلا وراوى النجيله الخضراء بعرقه، لان النادي الاهلي ده كيان كبير قوي. فكره رائعه لما نربط الماضي بالحاضر بالمستقبل. الماضي تكريم النجوم القدامى اللي اثروا الحياه الرياضيه في النادي الاهلي وفي مصر، والحاضر اللي احنا فيه دلوقتي داخل مقر النادي بالجزيره، والمستقبل اللي هو ما هو قادم خلال الايام القادمه من خلال مشروعات هتعبر عن شكل وقيمه النادي الاهلي، بحيث ان اللي يقدر يعدي قدام المبنى ده يعرف ان ده مبنى النادي الاهلي، اللي يعدي قدام المقر ده يعرف ان ده النادي الاهلي. هقول لك حاجه، انا يوميا بحمد ربنا ان انا طلعت لقيت نفسي كنت لعيب في النادي الاهلي، وهفضل طول عمري اخدم النادي الاهلي بعيد عن اي حاجه، لان النادي الاهلي علمنا ازاي الانتماء، علمنا ازاي ان احنا نخلص في عملنا، علمنا الـ 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 كل شيء جميل في الحياه النادي الاهلي علمه لنا. فالنهارده تواجدنا كلنا احنا، انا في اجيال اللي هي بتتكرم النهارده دي احنا ما شفناهاش كنا بنسمع عليها، فالنهارده عشان نقعد معاها ونكلمها ونكرمها، هو ده النادي الاهلي. عشان كده النادي الاهلي في حته بعيده قوي، مع احترامي لكل انديه مصر، في حته بعيده قوي عن كل الانديه اللي موجوده. النادي الاهلي هيفضل طول عمره النادي الاهلي بمبادئه، بالكيان بتاعه، باسم النادي الاهلي. النادي الاهلي اكبر من اي اسم حتى بيتكرم النهارده، عشان كده هيفضل النادي الاهلي هو النادي الاهلي، مش هيتغير في كل شيء بيتعمل في مصر من خلال مؤسسه كبيره زي مؤسسه النادي الاهلي. فربنا يخلي لنا مؤسسه النادي الاهلي، مؤسسة النادي الأهلي الرياضية دكتور مصطفى، لكن إمتى مؤسسة الأهلي المجتمعية؟ عايزين نقول الخبر ده أو نعلن الموضوع ده لجمهور النادي الأهلي عبر قناة النادي الأهلي. إحنا إن شاء الرحمن أنا بنشهر دلوقتي مؤسسة التنمية المجتمعية للنادي الأهلي، وبعد ما نوفي مع أعضائنا في النادي الأهلي سواء اللاعبين القدامى أو أولاد اللاعبين أو أولاد الموظفين أو أولاد العمال أو أولاد الشهداء أعضاء النادي اللي هم الجيش والشرطة، احنا عاوزين نعيش الناس عيشه كريمه، لان ده النادي الاهلي عودنا على كده. فادعوا لنا ان احنا بنشهر المؤسسه بعد كده، بعد ما نوفي مع اولادنا هنا داخل النادي الاهلي، هنبدا نطلع للمجتمع المدني، لان المجتمع المدني محتاج مننا كتير قوي. ان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي زي ما هو رياده في كل شيء من خلال المؤسسه. وانا الحمد لله بشكر مجلس الاداره على قيادته الكابتن محمود الخطيب ان خلاني على راس المؤسسه. ربنا يقدرنا ان شاء الله ونعمل حاجه نرضي بيها ربنا الاول ونرضي بيها عشاق الفانيلا الحمراء داخل النادي الاهلي وخارج النادي الاهلي. دكتور مصطفى، انا سعيد ان انا موجود معاك مع المجري. كلمه المجري دي طبعا كان يعني اسم كبير جدا بيتقال في الملاعب المصريه، وما زلت مجري في الرياضه المصريه والكره المصريه. ربنا يخليك يا ابو حميد، ودايما كده ان شاء الله موفق كده حبيبي. شكرا حبيبي. ده كان لقاءنا مع الدكتور مصطفى عبده، لكن احنا لسه مستمرين معاكم، لان معايا دلوقتي